السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم لالا خديجة بيوتي. إن شاء الله اليوم غادي نوجد معكم واحد الحلوة ملقبة بحلوة الهلال. غادي ندير فيها اللوز أو جلجلان اللي أغلبية الناس تيخدموها غير بالكاوكاو. أنا غادي نخدمها لكم اليوم باللوز أو جلجلان، تجي رائعة وتجي تتفرتت بهذه الطريقة، يعني شيشة وبنينة ولذيذة وتذوب في الفم، وفيها مقادير جد سهلة. بسم الله على بركة الله، ندوزو للمقادير اللي غادي نحتاجو في حلوة الهلال. اول حاجه بالنسبه انا الحلوه ديال الهلال ديال اللوز والجلجله، غادي نحتاج كاس ديال زيت العنبه، كاس ديال السنيده ديال الحلويات، واحد المزيج خلط ما بين 250 غرام مخلطه فيها الزنجلان واللوز. اللوز حمرته وقليته وطحنته، وكذلك الزنجلان حمرته وطحنته. عندي واحد مارغرينه هنايا قسمتها على جوج، يعني غنستعمل 150 غرام، هي فيها 250، نستعمل غير 150 غير نص ديالها، وبيضه وخماره وفانيا والدقيق على حسب الخليط. الدقيق يكون مزيان تماما ممتاز ديال الحلويات. غادي ناخذ داك المارغرين، فيها 250 غنقسم، غناخذ غير النص ديالها، غادي ندير غير الكميه اللي غادي نحتاج، يعني ما غاديش ندير زبده بزاف. غادي نحاول، انا عندي الزبده ديجا كانت عندي في الثلاجه، من الافضل انها الا كانت كونجلي انسان يحكها او لا يحاول يذوبها هكا بالكف ديالو، تكون بحراره المطبخ. نحاول نمعكها مزيان، نضيف عليها واحد الكاس ديال السنيده رقيقه ديال الحلويات بهذا الشكل هذا. ونضيف كاس ديال زيت العنبه ما يعادل 125 ميل. حلوة بسيطة ومقادير بسيطة في نفس الوقت، وتتجي بنينة وهشيشة وتتجي رائعة رائعة الصراحة. تتجي فن هاد الحلوة، الحلويات المغربية الأصيلين، يعني حلويات قدامين وميمطو تبقى لهم الأصالة ديالهم، تبقى لهم البنة. نحاول نرجعو هاديك الزبدة والخليط كامل بحال شي بوماد، نحاول نمعك مزيان. نضيف البيض، بيضه واحده اللي استعملت انا، وهاد المقادير تبارك الله تيخرج واحد المقدار، يعني ما شاء الله عليه، زعما طباسيل عامر كافي. وغادي نضيف كيف ما قلت لكم، انا ما استعملتش فيها الكاوكاو، وهي اصلا هاد الحلوه ديال الهلال اللي معروفه اكثريه تيديروا الناس فيها غير كاوكاو. تحمريه وطحنيه، انا يعني درت اضافات، خديت اللوز حمرته وطحنته ودزت معاه جلجلان، زلافه فيها 250 غرام. ونحاول نخلط مزيان، يتمزاج داك الخليط مع البوماد ديال الزبده، الخليط ديالنا كامل. ونضيف واحد فاني للتنسيم، وخماره واحده ما يعادل 7 غرام ديال الخماره الحلويات، ونخلط جيدا. ونضيفو الدقيق على حسب الخليط، يعني كل واحد الدقيق اللي عنده شحال تيشرب، يعني ما عندناش ما غاديش نقيسو زعما، يعني كل واحد ياخد الدقيق على حسب الحلوه اللي غادي يستعمل، ما تكونش قاصحه وما تكونش رطبه بزاف باش ما تبقاش تحل لينا في يدينا، وما تكونش قاصحه بزاف، يعني عينك ميزانك تكون خفيفه هكا، تخشي صبعك يكون خفيف. كيف ما جمعنا الحلوه ديالنا خليوها ترتاح واحد 10 دقائق باش تجينا سهله من كون نخدموها في يدينا، واحد 10 دقائق خلينا نوجدوا اللاطه ديالنا. بهذه الطريقه، ودابا نشكلوا الحلوه ديالنا من بعد ما دازت 10 دقائق، نحاول نشكلها بصبيعات ديالي بحال الهلال، بحال الشكل ديال كعب الغزال، يعني نديرو هلال هكا بشكل، ونحاولوا نضغطوا عليه بصبيعات ديالنا.
ونحطوه. هي هذه الحلوة ديالنا، هادشي غادي نحتاجو فيها، تطلع رائعة. أتمنى أنكم تجربوها، وما تنساوناش باللايكات، لايكات لايكات، أكيد إلا عجبتكم القناة ديالي. وما تنساوناش بلي كومونتير. وبالصحة والراحة، أتمنى تعجبكم الحلقة ديال اليوم. من بعد ما شكلنا هذه الحلوة ديالي، ما تاخدش بزاف الطياب في الفرن، واحد 15 دقيقة والحلوة ديالنا واجدة. هي هذه بعد ما خرجناها من الفرن، نخليوها حتى تبرد مزيان باش ما تفرتتش لينا ما نديرو ليها سكر كلاصي، ونفندوها بهذه الطريقة هذه بسكر كلاصي. وبالصحة والراحة، وتمنى تعجبكم الحلقة ديال اليوم.